بشكل عام يعني لو جينا نتكلم على السينما، انا عندي رؤيه منفتحه جدا للافلام والسينما، بمعنى ان انا ممكن اعشق افلام مش شبهي ومش شبه مخرجين بحبهم. وده نقدر بالطريقه دي نقسم المخرج، في مخرج حرفي شاطر، وفي مخرج عنده نسميه عنده رؤيه ذات طابع فني، يعني رؤيه فنيه. انا مش منحاز لفقط هذا النوع من المخرجين المتميزين اللي بيصنعوا تاريخ السينما في العالم، اللي عملوا اهم يعني الاساليب والمذاهب في تاريخ السينما وسابوا تحف حقيقيه. انا بعتبر ان السينما مش حاجه واحده، دول انا طبعا اقرب لقلبي، ولكن ايضا انا بعشق سينما ساعات، طبعا ضد الرخص تماما، ولكن ممكن اعشق سينما تجاريه. وكلمة تجارية دايما في مصر وفي أجيالنا كلمة مذمومة معناها شيء سيء، ده مش حقيقي. التجارية بمعنى جماهيرية أو شعبية، وأصل السينما هو الأصل الشعبي مش الأصل النخبوي. يعني السينما اتولدت في المقاهي وسط ناس عادية وبتتوجه لناس عادية، فبالتالي السينما كظاهرة شعبية أنا بعشقها، وزي ما بحب السينما الخاصة اللي أنجبت أفلام ومخرجين كبار لهم بصمات قوية، أيضا بحب ناس يعني مثلا جاكي شان مثلا على سبيل المثال. ممكن جاكي شان لا يقارن بكروساوا أو بيرجمان أو فليني، ولكن انا مثلا بعشقه واحب اتفرج على افلامه. فهي انا بعتقد ان ده له علاقه بكمان التوازن النفسي، ان السينما مش حاجه واحده. هرجع تاني بقى اقول يعني اتكلم عن المخرج. هو نشأة المخرج عموما بترجع منقول في المسرح، ما كانش فيه مخرج، كان فيه اساسا ممثلين فقط. وفي المسرح الإغريقي أكثر من 5 قرون قبل الميلاد كان في تفسيرات للمسرحية بعدد ممثلينها. فلما لقوا هذا التعدد التفسيرات، وده عامل ربكة في وحدة المسرحية، وحدة العرض المسرحي، قام واحد منهم وتولى أن يعمل وحدة الرؤية. هنا بقى بداية يعني مخرج. المخرج هو حد عنده رؤية واحدة وحيدة للعرض، سواء كان مسرح أو فيلم. ده يخلينا نفهم أهمية المخرج وظهوره، ويأكد حتى ما نيجي نعمق ثقافتنا كعاوزين نبقى مخرجين، إزاي نقدر نفهم الآليات اللي بتكون المخرج. طالما ان هو بيعمل الرؤية الواحدة، بيوحد الرؤى، هو ممكن يسمع على فكرة الرؤى اللي موجودة، ممكن في كاتب السيناريو، اللي كاتب السيناريو اكيد عند رؤية، هو كاتب السيناريو، فهو الرؤية او الرؤية هو لو المخرج مش كورايتر او شريك او المؤلف الفيلم. فاذا في يعني مثلا واحد موهوب زي عاطف الطيب، معظم افلامه ما كانش شريك في كتابتها او مؤلفها، ولكن بتحمل همومه. يعني الافلام ما اتعملتش بمعزل عن رؤيته وهمومه الشخصيه والعامه. فبالتالي هو ممكن كلمه برضه سينما المؤلف اللي تم تداولها ساعات بشكل ضيق، ان لازم يكون هو مؤلف كاتب السيناريو، ده مش حقيقي. هو العبره طالما انا اخترت حاجه هي بتمثلني وهي يعني انا بنتمي الى افكارها ومعانيها،
فإذا بالتالي نفس الشيء، أنا صاحبك.